ازيك يا حمايه؟ عامل ايه؟ مش عارفه، اكيد الصوت مش واصل لكم. نقول نقول كده عشان ما سمعتوش. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. احنا النهارده رايحين فين يا علي؟ رايحين البسين. رايحين البسين نغير جو كده. علي طلعت دماغه فجاه ان هو يودينا الحسين، واخدنا نانو معانا اول مره تروح معانا. صح يا نانو؟ حلوه يا نانو. ايه، هناخد لفه كده وجوله كده نسمع مع بعض لفه نورنا يا جماعه. والله تعالوا بقى، لو عرفت اصور لكم حاجه كالعاده هصور، ما عرفتش بس يلا بقى نقضي اليوم مع بعض. يلا بينا. اتفرجتوا على مصر ولا ايه؟ شاف عيني انتوا الفجر فين؟ صلينا في الحسين والأزهر والإمام والسيدة المآب والأزهر والإمام والسيدة. بصوا، دايما بتلاقيه كده عند الحسين وعند اي مكان فيه تجمعات كتير وكده، دايما بتلاقي ناس بيبقوا هناك ايه يعني، غلابة قوي، بيبقى فعلا يعني قرصة ولا كحكاية ولا اي وجبة ولا اي حاجة تفرق معهم جدا. يعني ده محل قرص كده قدام الحسين في شارع كده جانبي. القرصة بنص جنيه، يعني الاتنين بجنيه. يعني انت هتجيبي مثلا، لو هتجيب 50 جنيه هتجيبي 100 واحدة. شوف انت هتراضي 100 واحد، فاكيد يعني شوف كل واحد لو هيدعي لك دعوة واحدة اكيد حلوة قوي. او لو هتجيبي ب20 جنيه هتجيبي ب20 جنيه تقريبا 40، ب20 40 ايه يعني، هتجيبي 20 40 واحدة. فحلوة قوي والله، حلوة جدا. وعامة والله العظيم انا اكلت منها حلوة جدا وكان طعمها حلو. فحاجة بسيطة كده ممكن تراضي بيها اي حد كده وانت ماشية، بجد ثوابها كبير، ثوابها كبير قوي قوي. دايما 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 كده ايه، افعلوا الخير تجدوه، اما تفعلي خير كده هتلاقيه. طبعا زهقتكم بالمواضيع دي يعني، بس ايه يعني، تعال نخش بقى ايه السوق. خد رايكم في حاجه بس كده كده خلاص، انا هكون اشتريت مش هلحق اتفاد برايكم، بس انا هقول لكم. شوفوا الحلل دي عليها عرض، دي يعني تبع شركه تيفال بس اسمه جراند تيفال، جراند مش عارفه اسمه ايه. هو لونها موف، شايفين ده ب 450 عرض، ثلاث حلل ماشي اهم، دول 3 حلل ب 450 جنيه ب 450. بس في عرض تاني، في عرض تاني، بص هوريكم عرض تاني عباره عن اربع حلل ومعايا اسطنيه ومعاه مقلية صغيره، فمش عارف ب 620، فمش عارف اخد منه. وايه ده؟ طعم جرانيت 9 قطع جرانيت، ده ب 1000، ده ب 950. كارفور عامل عروض جامده بصراحه. ايه بقى اللي انا عايزاه منهم؟ مش عارف. طبعا هو مفيش احلى من الطقم ده يعني، بس ده بسعره ب3 الا يعني. فاخد ايه؟ اخد الاسود ده ولا اخد الموف؟ ايه، اخد السود ولا الموف؟ الموف صح، اخد الموف، لان هو الموف اصغر. بس على فكره انا في عرض هنا 3 مقالي 100 جنيه، الفرق بينه وبين ده 150 جنيه، 130 جنيه، ممكن تستلفهم عرض مقالي، فانا هجيب ده واجيب عرض المقالي بنفس السعر. يعني فهمت قصدي؟ يعني دول هم الثلاثه دول ب 450 ماشي، التاني زياده عليهم مقليه وصينيه، مقليه صغنطوطه خالص، صغنطوطه خالص وصينيه. فانا ممكن في عرض انا شفته هوريه لكم دلوقتي، هوريه لكم. المهم انا هاخد ده، ايه رايكم فيه؟ حلو ده، عرض ثلاثة وتقيلة وحلوة. بصوا افتح كده الغطا يا علي، بصوا حلوة حلوة بجد. ولو في مغناطيس بقى كنا جربنا يعني، بس المغناطيس مع الستيل بقى، مع الستيل بس. خلاص حلو الطقم ده. بصوا بقى انا لقيت لكم الاحلى ده ب 650 جنيه، عبارة عن 5 قطع تيفال بقى. عارفين التيفال اللي هو ده اللي هو انتم مسمينه قش السمكة؟ ما اعرفش بيسموه ايه، بس في ناس تقول لك على قش السمكة. ده تيفال ولا ده مش تيفال؟ تورفال. ده مش تيفال، انا ما بحبش تورفال. اجيب ايه حبايبي بقى؟ احنا روحنا البيت الحمد لله،
بس انا استريحت شويه، قلت ايه كنت فاصله هموت وانام، وقلت لما اصحى من النوم بقى اصور لكم براحتي يعني. فانا ده طقم الحياه اللي انا جبته، فقلت افتحه معاكم، وجبت حبه حاجات برضه هوريها لكم، يعني حاجات بسيطه يعني من كارفور اللي انا وريتها لكم في الفيديو. فايه قلنا ايه حاجات بسيطه كده، انا قلت اوري لكم كده في الصوره. هو ده اللون بتاعه، شايفين هو ده بس 3 قطع، هم مسمينه 6 قطع، مش عارفه ايه عشان الغطا بيتسموه قطع، ما تفهموش ليه. ما علينا يعني. بصوا يعني ايه، انتوا عارفين طبعا انا عندي الحمد لله حلو كله، بس ايه ما تغيير يعني، وبرده ما كانتش قوي، فانا كنت محتاجه فعلا طقم يكون شكله حلو في التصوير. فالحمد لله ربنا كرمنا وجبنا طقم جديد الحمد لله، حتى لو هو سعره قليل يعني بالنسبه للطقم الثانيه هنجربه، ما يمكن يطلع حلو. ناس كتير والله عندها بتقول حلو. يا بنتي حاسبي، يا بنتي يا بنتي حرام عليكي، يا بنتي حرام عليكي انت، عشان ما شفتنيش بقى من بقالي كذا ساعة من السفر وكده. فايه انا ما عنديش كارفور هنا يا جماعة، عشان اللي هيسألني، لا انا ما عنديش كارفور هنا. يا بنتي حرام عليك يا بنتي، انا كارفور ده ما عنديش، ما فيش في دمياط كارفور. يرضيكوا كده، يرضيكوا، ما فيش، يبقى فيش عندنا كارفور. فايه فانا ده عشان القاهرة وكده. ها يا سلام، كل دي فاتحة، هيجري الحيوان هتجري. طب نوقف الفيديو عمال ما نفتحها ولا ايه؟ مش عارف الفيديو كده طالع عليكم قوي. خلاص اتفتحت، موقفناش الفيديو اهو. بسم الله، بسم الله، لسه هنقعد نفتح. ادي اول حله، يا رب يطلع سليم. بس انا قلت له افتحهولي هناك، قال لي عادي بس هتشيليه مش متبرشم وكده، وانا على سفر فخفت. قال لي لو في حاجه ممكن ترجعيه في خلال 20 يوم حاجه زي كده. بصوا دي الحله، دي تقريبا اصغر حله، شايفين اللون، اللون ايه هو؟ موف، مش عارفه عندكم ازرق ليه، بس هو موف وتقيل على فكره، مش خفيف، حلو اهو. وده الغطا بتاعها، ماشي. ادي اول حل، تعال نشوف التانية. احب اشارككم انا كل حاجة، انا احب اشارككم انا على حاجة الكرتون. لو عندي بس الفيديو الجاي على هيعمل لكم فيديو كرتون. وانا بجرحها مش اللي انا ايه، طب انا اللي جرحتها في البيت يعني. البيت ده اللي هيتنضف بقى مين؟ المدينه هتنضفه لي. ودي الحله الوسط اللي بعدها، بس يعني حلوه. كام بقى؟ مقاسها كام؟ هتسالوني صح؟ هتسالوني مقاسها كام صح؟ ما انا لو سالتوني مش هجاوب، لان انا مش عارفه الرقم بتاعها كام، فمحدش يسالني. هي حلو حلو. دي الايه؟ الحلة التالتة، تعالي نفتح التالتة. هما كل ده مبرشمينهم قوي كده ليه؟ ودي كتيرة؟ ده هنخش نطبخ فيها دلوقتي الكبسة. الطعم ده انا جبته هو في المعادي ب 450، لكن في كارفور اللي في اسكندريه ب 400 جنيه، يعني 400 جنيه 399. مش عارفه ايه الفرق بصراحه. اهو ودي الطعم التاني، ثواني بس كده. بصوا خلاص الطقم اهو، التلات قطع اهو، ودي القطعة الصغيرة، الحلة الصغيرة.
اهو. بس تعالوا بقى ايه نشوف باقي الحاجة. بصوا حبايبي، وجبت ايه كمان بقى هناك؟ كان الحفه الفايبر عليها عرض. اي نعم، هي مهاش من الفايبر الغالي، يعني مهاش من الومشيط الحلوه، بس هي حلوه برضو في فتره الخريف دي، هتبقى حلوه للحفه دي. بص الحف ده كان عليه عرض تقريبا ب 100، الحفه دي الفايبر اللي هي الزوجي اللي بتاعت السير الكبير كان عليها عرض، اللحاف الكبير بس من غير بقى كيس مخده او ملايه، كان عليه عرض ب 149 جنيه، يعني تقريبا 150 جنيه. بس هو عيبه بقى ان مفيش معاه كيس تكاوي، مش معاه اي حاجه، هو كده بس. بس هو هيبقى حلو فتره الخريف ده، حتى لو هتعمليه بره، لو هتحطيه بره على الانتريه، ولادك هم قاعدين كده ايه قدام التلفزيون، بدل كده كده بي بصوا استنى اوريكم الشكل بتاعه، هفرده واوريكم شكله، هفرده كده معاكم. هو كده كده مش هيبان الا ايه، الا على السرير بقى. انا هعمله معاكم في الروتين الجاي. شايفين؟ بصوا هيبان اكتر في الروتين، لو انا وانا بصوركم كده في الروتين هيبان اكتر. وده طقم كده كيس تكاوي، هو انا لقيته رمادي، يعني رمادي كده اللون ده، فجبته على اساس ان يبقى لايق عليها، بس هو للاسف مش لايق يعني. بس يعني هو ده فوشيا قوي اكتر من ان هو احمر، ولو كانت الوردة دي حمرة كان يبقى هو بالظبط، بس للاسف ما لقيتش خالص احمر، فلقيتش غير البامبا ده. بس مش مشكلة، شغال يعني، شغال برضو. هو احنا كده كده بنحتاج اكياس تكاوي من دي كتير. فبس خلصنا كده الفيديو بتاعنا، فيديو المشتريات، خلصنا كل حاجة احنا جبناها، ويا رب الفيديو يعجبكم، وما تنسوش بقى تضغطوا لايك واشتراك وتفعلوا الجرس. يلا بقى، باي باي، اروح اتمشى اللحاف على السرير عشان ينام. يلا باي.